خبر معانا في اخبارنا العالميه من اندبندنت، وكاميرون يعتذر لامام بريطاني اتهمه بدعم داعش. قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون قد اضطر للاعتذار لإمام سابق اتهمه بدعم داعش في ظل انتقادات متزايدة لأداء حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كاميرون في انتخابات عمدة لندن. وكان كاميرون قد قال خلال حديثه لمجلس العموم قبل أسبوعين أن سليمان غاني الإمام الذي سبق وشارك عمدة لندن الجديد صادق خان المنصة في مؤتمرات سابقة من أنصار داعش. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية أن كاميرون كان يشير إلى تقارير تحدثت عن أن غاني يؤيد فكرة دولة إسلامية وليس داعش تحديدا. أضاف المتحدث أن رئيس الوزراء أوضح في أن هذا لا يعني أن غاني يدعم داعش ويعتذر له عن أي سوء فهم. هو اعتذار كاميرون للإمام واجب أنه هو اتهمه بالإرهاب، بس إيه لازمة أن الإمام يقف جنب عمدة لندن في يعني في أي خطبة أو أي خطاب؟ مش عارفة يعني، برضو حاجة غريبة جدا. طيب نروح لنيويورك تايمز. وسفيرة أمريكا بمجلس الأمن مهاجمة الصحفيين والمنتقدين تغذي التشدد. قالت سامانتا باور السفيرة الأمريكية لدى مجلس الأمن أن مهاجمة الصحفيين ومهاجمة المنتقدين بيغذوا التشدد بدل من أن يمنعوا. وبحسب وكالة رويترز، أضافت باور في اجتماع لمجلس الأمن رأسته مصر أن اعتقال الصحفيين وإصدار أحكام بالإعدام على بعضهم واستهداف وسائل الإعلام بوصفها عدوة للدولة، مثل هذه الأفعال تأتي بنتائج عكسية. أضافت السفيرة الأمريكية أيضا أن التحرك القانوني أداة حساسة جدا في هذه الحملة ضد تنظيم داعش، ولا ينبغي أن تكون عصا نحملها ضد من يقولون كلام غير محبب أو ينتقدون السلطات، مشددة بالقول أن مثل هذا السلوك لا يمنع التطرف بل يغذيه. بس يعني في بلدان كتيرة جدا منها أمريكا اللي السفيرة بتاعتها بتتكلم بيعملوا أكتر من كده عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي، فيعني المفروض يتم مراجعة هذه التصريحات. نروح لديال سبورت الإيطالية. رونالدو وميسي على رأس قائمة أعلى 20 لاعب دخلا في العالم. كشفت صحيفة ديال سبورت الإيطالية قائمة عن أكثر 20 لاعب من حيث الدخل السنوي، سواء من خلال الرواتب السنوية المنصوص عليها في عقودهم مع أنديتهم أو عبر العقود الإعلانية وشركات الرعاية التي توقع معهم علشان يكونوا وجهة إعلانية ليهم. أظهرت القائمة التنافس الشديد بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، حتى على مستوى دخلهم سواء عقودهم مع الأندية أو العقود الإعلانية بعيد عن تنافسهم على المستوى الكروي. وغابت نجوم أندية الدوري الإيطالي والألماني عن القائمة التي تركزت على الدوريات إنجلترا وأسبانيا وفرنسا. مشاهدينا، ده كان آخر خبر معنا في أخبارنا العالمية.